المساجد بيوت ربنا في الأرض، وواحة الراحة من دوشة الدنيا ومتعبها. المساجد أقرب طريق يوصل بين السماء والأرض. لكن كمان المساجد هي شاهد على حكاية الزمان وتاريخ العصور، ما بين مجاهدين وفاتحين بينشروا الإسلام، أو حتى حكام وأمراء حبوا يخلدوا أسمائهم، أو أولياء حبهم الناس وبنوا على مقابرهم جوامع يخلدوا بيها ذكراهم، أو علماء جعلوا من المساجد منطلق أو مكان لمقاومة الشعوب للاحتلال وقبلة للثورة على الظلم والظالمين. السنة دي الحقيقة هناخدكم في جولة في مساجد مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، عشان نحكي لكم حكايات القبلة والمقام والزاوية والإمام وتاريخ بلادنا من شباك الجوامع ومن الأعمدة، حكايات جديدة من حكايات مصر.